وهلأ بعد ما تأكدتي من هويتنا صار فينا نبلش تفتيش؟ تفضل. ما تخلوا مكان وما تدوروا فيه وصادروا كل شيء ما فيه إثبات أو عقود أو بلا مستندات ملكية. يلا روحوا شوفوا شغلكم. أنت هلأ كل شيء لازم تعملي إنك تهربي منهم، وبعدين فوراً رح ننفذ الخطوة الثانية من الخطة. هلأ أنت روحي ومثل ما اتفقنا. فاميكا راحت هلأ مشان تنفذ يلي اتفقنا عليه، وهلأ دورك. افتحوا لي هاي. لو سمحت بدنا نعزبك معنا، بس بدنا سجلات الملكية لكل شي بالخزنة. ولا يهمك، كل السجلات موجودة معنا. ماما جاية من بعد إذنك أعطيك كل سجلات الملكية مع دفتر الحسابات لو سمحتي. ماما جاية. شوفي ديفراج. ديفراج، بس أنا ما عندي إيصالات بكل الممتلكات اللي عنا. أمي كيف يعني ما عندك؟ يعني يلي بذكره إنه نحن ما بنملك شيء مقارنة. إيه بعرف، بس لا تنسى إنه كل شيء هون موروث عن أكثر من جد كانوا من أفراد هاي العائلة وبفترات بعيدة. هدول كيف بدي أوصل لمستندات الملكية تبعهم؟ شو صار معكم؟ مو كلهم موجودين معنا، سجلات الورثة مفقودة. ثاني، شو عم تستنى؟ صادر كل شيء بالخزنة وخدهم على المركز. من هي اللحظة كل ممتلكاتكم محجوزة، وطبعاً بإمكان حضرتك تروح على المحكمة تطالب فيهم، وراح أكتب لك وصل فيهم. لحظة سيدي لو سمحت، هدول ملك مدينة أمبيكابور، ومن حقنا الطبيعي إنه هدول يضلوا مع عائلتنا. عفواً، مرحبا، عم تسمعني؟ اسمعني لو سمحت، رجاءً، لو سمحت عم بحكي معك. أمي ما عم بيرد علي. لحظة سيدي، فيني أفهم ليش ما عم ترد علي؟ على فكرة أنت ما فيك تاخد صندوق مجوهراتي بهالطريقة. ما عندكن إيصال ملكية فيهن. إيه حكيك صح، بس لأنه هدول هدايا. ناينا طولي بالك. بس ماما. هدي حالك. تعرف مين أنا؟ أنا المسؤول عن هذا القصر، وأنت رح تندم على يلي عم تعمله. إيه لكن أنا ناطر لشوف شو رح تقدر تعمل حضرتك معي. حلو الزمن لما بيدور. من قبل ديفراج أخذ كل شي بخصني، هلأ قاعدين عم يبكوا على ممتلكاتهم ويترجوا مثل ما صار فيني هداك اليوم تماماً.